بالعشرات توافدوا منذ ساعات الصبيحة الأولى نحو دار الشباب التي تم تخصيصها لاستقبال الأطباء الأخصائيين القادمين من المؤسسة الاستشفائية سبدو من أجل تمكين سكان قرية المعازيز من فحوصات طبية مجانية، متحدين في ذلك جائحة كورونا رغم أنها أدخنت جنود الجيش الأبيض. قمنا بتخصيص هذه القافلة الطبية المتخصصة في طبعتها 11 من أجل تقديم مختلف الاختصاصات الطبية، كذلك تم تخصيص مختلف أجهزة طبية ومنقولات وبعض الأدوية تقدم إلى منطقة سكان المعزيز ببلدية حمام بغرارة. Nous savons aussi que les gens ont besoin de nous. Et nous faisons le nécessaire pour les aider au mieux. بما أن هذه منطقة معزولة، درنا المبادرة باش نجيو وإن شاء الله نشوفوا سكان تاع هذه المنطقة، يستفادوا حتى هما من الفحوصات الطبية العامة والخاصة، وإن شاء الله تكون فاتحة بادئة خير عليهم وعلينا إن شاء الله يا رب. سكان المعزيز، وهي المحطة رقم 11 بالنسبة للقافلة الطبية لمستشفى سبدو، أبدوا ارتياحهم ورحبوا بالقافلة. إخواني نشكركم بهذه المبادرة هذه اللي راهم دايرينها، ونشكر هاد الطب هذو اللي جاونا من بعيد، وبارك الله فيكم، وهذه مبادرة مليحة ونتمناو دائما يعاودوها. كما نقولوا نتمنى نمشيو للبغرارة، نمشيو للفيرما سيد مشهور المغنية، والحمد لله وحنا اللي معودين يجيو لنا ما يكون يستقبلونا هنا. حاجة مليحة وكنا نفوتوا في مغنية وفي غرارة وفي هذا وسي ارحم والديك. نقص التغطية الطبية بالقرى المعزولة ورحلات العلاج المضنية والمتعبة ماديا وبدنيا تبقي مثل هذه المبادرات بمثابة الحل المثالي.